الناس إحساسهم بشر بشر الخير فينا بشر بشر الخير فينا. أجي المركز ألعب وأبا أكون مهندس عشان أصلح الأشياء. أرقام ورياضيات وطب وعلوم، تكنولوجيا متقدمة، تحول رقمي يقترب من هندسة الأجسام والأدمغة والعقول الذكية وأنظمة الحياة. في مساحات رحبة وحيوية صممت لمختلف الأعمار والفئات، هنا العلم وهنا التعلم. لمستقبل مستنير يقود جيلاً يستفسر ويسأل ويطلق الخيال. تؤدي الشركات والمؤسسات مسؤولياتها الاجتماعية تجاه دعم وتنفيذ مبادرات تأسيس مراكز علمية بمجالات متنوعة للأطفال وللباحثين من التخصصات المختلفة ولطلبة المؤسسات التعليمية. مركز الطفل الاستكشافي إحدى المبادرات المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة جسور، دعم من شركة أوكيو وتشغيل لشركة أنوتك. مركز الطفل الاستكشافي يهدف إلى اكتشاف ميول ورغبات الطفل منذ الصغر. يحتوي مركز الطفل الاستكشافي على 22 مساحة تعليمية في مختلف المجالات، منها الواقع الافتراضي والواقع المعزز والطابعات ثلاثية الأبعاد. عندنا ركن الروبوتات وركن الطبيب الصغير والمهندس الصغير. مركز الطفل الاستكشافي يستقطب الأعمار من 3 سنوات إلى 15 سنة، وأيضاً يقدم بعض الورش لطلاب الدبلوم العام في الطاقة المتجددة والطابعات ثلاثية الأبعاد. أحب أجي مركز الطفل عشان ألعب في الألعاب والبناء والطب والهندسة. مركز لواء للعلوم والابتكار إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة جسور بدعم من شركة أوكيو وتنظيم وتشغيل وإدارة من وزارة التربية والتعليم. يطلع مركز لواء للعلوم والابتكار بدور كبير في نشر ثقافة الابتكار في المجتمع المدرسي والمحلي من خلال تنظيمه وإدارته لمجموعة من المسابقات، مسابقات الابتكارات العلمية والروبوت والذكاء الاصطناعي. كذلك يبرز دور الاختصاصيون في مركز لوا للعلوم والابتكار في تقديم مجموعة من الورش والدورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوت والملكية الفكرية، منهجية البحث العلمي، الاستدامة والطاقة المتجددة. يتكون مركز لوا للعلوم والابتكار من قبة فلكية تقدم مجموعة من العروض المرئية للمستفيدين وتستهدف طلبة المدارس، بطاقة استيعابية 35 طالب. استفدت من مركز لواء للعلوم والابتكار الكثير، حيث أني شاركت في عدة دورات، ومن أهمها دورة برمجة الروبوت EV3، وتعلمت منها برمجة الروبوت وطريقة تركيبه وتصميمه، واستفدت منها الكثير. وأيضا شاركت في المسابقة على مستوى محافظة شمال الباطنة، وأيضا شاركت في دورة أخرى وهي دورة برمجة لغة C++، وتعلمت فيها طريقة برمجة المواقع والألعاب. كذلك توجد في المركز مركز مصادر التعلم الذي يحتوي على مصادر المعلومات الإلكترونية والمطبوعة، بالإضافة إلى قاعة الابتكار التي تحتوي على الطابعات ثلاثية الأبعاد وطابعة CNC وطابعة الليزر. وهناك أيضا قاعة خاصة بالذكاء الاصطناعي. يوجد بالمركز قاعة متعددة الأغراض بطاقة استيعابية
500 شخص. استفاد من المركز خلال العامين المنصرمين قرابة 3000 مستفيد. يقدم المركز أيضا للمجتمع المحلي ولطلبة المدارس والمؤسسات والجامعات والكليات مجموعة من الدورات والورش في جانب الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. الخير فيه.